الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدليل الثاني من أدلة الأحكام وهو السنة. انتهينا في الدرس السابق في الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو الكتاب، الدليل الثاني السنة النبوية، وهي الأصل الثاني في الأدلة، وهي ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة في اللغة معناها الطريقة أو الطريقة المتكررة، يعني قال الله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وأما في الاصطلاح تختلف معانيها باختلاف الذين عرفوها، فعند الفقهاء تعريف السنة غير تعريف السنة عند الأصوليين، غير تعريف السنة عند المحدثين وأهل العقيدة أيضا. ففي عرف أو في اصطلاح أهل العقيدة فالسنة عندهم خلاف البدعة، السنة عند أهل العقائد خلاف البدعة، وأما السنة عند الفقهاء فهي بمعنى النافلة يعني غير الواجب، مفهومة؟ السنة عند الفقهاء هي النافلة، النافلة السنة التي تصليها إما الرواتب أو غيرها، فالسنة عند الفقهاء هي النافلة يعني خلاف الواجب. وأما عند المحدثين هي كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلوقية. السنة عند المحدثين هي كل ما أضيف أو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. وأما عند الأصوليين، وهذا هو مبحثنا، سنة عند الأصوليين، لأننا ندرس أصول الفقه ونتكلم على اصطلاح القوم، السنة عند الأصوليين هي كل ما أضيف أو كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. إذن الذي يفرق بين الأصوليين وبين المحدثين هو صفة خلقية أو صفة خلقية. يبقى عند الأصوليين كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يبينون أن الإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إضافات، ممكن يقول ينميه، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر يقول ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هذه إضافة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصحابي يعنى يعني. أو يقال مثلا حديث عن أبي هريرة يبلغ به، يبلغ به يعني يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه أو يرفعه، كل ذلك إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الإسناد والإضافة، ده مش عند الأصوليين، هو أكثر انتشارا عند المحدثين، إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، على خلاف من العلماء، والراجح أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا لا يكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون من غير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض العلماء قال ممكن يكون أصلا من أبي بكر أو من عمر، والصحيح الراجح أن قول الصحابي أمرنا أو نهينا فهو إسناد للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في مقدمة صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم.
أمرنا أو نهينا من الصحابي تدل على أنه يبلغ به للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ما أسند أو أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، قول ما تكلم به الرسول، كما مثلا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يعني إتلاف المال، هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبع ما ليس عندك، كما في حديث حكيم بن حزام في السنن بسند صحيح قال ولا تبع ما ليس عندك، هذا أيضا من القول. ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، الفعل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم فرآه الصحابة فنقلوه عنه. مثلا حديث أبي موسى الأشعري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في الصحيحين، فرأيت يتسوك بسواك، فكان يدخل السواك إلى فمه فكان يتهوع قل أع أع من كثرة ما يدخل السواك في فمه. أيضا ده من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه حذوة من كفيه، هذا أيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو تقرير. التقرير كما سنفصل سيأتي بيان هذا، التقرير هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى صحابيا يفعل شيئا فلا ينكر عليه، ويكون الفعل هذا من باب الأحكام الشرعية فلا ينكر عليه، فهذا من باب التقرير أو من باب الإقرار، كأن يرى مثلا صحابي من الصحابة يفعل شيئا أو يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به ويقر على ذلك، كما في حديث الصحيح عن جابر بن عبد الله كنا نعزل والقرآن ينزل والوحي ينزل، يعني فكان يعزل، عارفين العزل طبعا، العزل أنه الرجل يجامع امرأته لكن لا يقذف في الداخل يقذف في الخارج، هذا معنى العزل. قال كنا نعزل والقرآن ينزل، أي الإقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم العزل، فهذا سنة تقريرية. ده شرح التعريف. رؤية أو إخبار، يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صحابي ويكون هذا الفعل متعلق بحكم شرعي، فإذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقرار، لا قد لا يرى ولا يسمع، لا لابد يخبر سماعا أو رؤية فيقر ذلك، هذه السنة التقريرية. هذا شرح التعريف. هذه السنة حجة شرعية، ومعنى أننا أقول حجة شرعية يعني إذا أتاك الحديث وجب عليك العمل به بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون صحيح السند، يعني تعلم يقينا أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم يقينا أو تعلم ظنا، غالب الظن أنه خرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أنك تفقه معناه، يعني لا تعمل شيئا تجهله، تسأل أهل العلم لتفقه معناه. أما الذي لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى فقه وجب عليك العمل به دون أن ترجع إلى أهل العلم، كما بين وألمح إلى ذلك ابن القيم. فهو حجة شرعية، وهذا ثابت بالكتاب أيضا والسنة والعقل. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا على العموم، يأمرنا الله جل وعلا أن نأخذ بما أتانا النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وأيضا ما نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أيضا نأخذ به. وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعة الرسول من طاعة الله جل وعلا. وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أفرد طاعة للرسول ولم يفرد لأولي الأمر، لأن الطاعة ولي الأمر تكون في طاعة النبي أو طاعة الله جل وعلا. وأيضا قال الله تعالى فلا وربك، نفى الإيمان عمن لا يسمع ويطيع لنفسه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فهذه دلالة على أن الإيمان مرتبط بالسمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن السنة في الصحيحين أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ اندهاش، ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة بهذا الحديث، لأن الذي يأبى يدخل النار، ولا يدخل النار إلا في محرم، فيجب على المرء أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فاتني أن أذكر بآية أخرى، قول الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة
الشافعي أو بالاتفاق أن آيات الله هي القرآن والحكمة هي السنة. أيضا في سنن أبي داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني قد أتيت هذا الكتاب. وما هو الكتاب؟ القرآن. ألا وإني قد أتيت هذا الكتاب ومثله معه. ومثلية الكتاب يعني المثلية في الحجية، فالمثلية هنا أن السنة ترتقي إلى أن تكون مثل القرآن في الحجة، يعني يلزمنا العمل بها، فهي ثابتة بالكتاب والسنة وأيضا بالعقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وعمل الرسول هو البلاغ، ما على رسولنا إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فهو يبلغ، وهذا البلاغ محله إلزام الناس والاستسلام بالعمل بهذا الذي يبلغه الرسول. كما قال الشافعي: آمنت بالله يعني استسلمت، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن حجية السنة ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالعقل. المسألة الثانية تتعلق بالسنة، علاقة السنة بالقرآن. أما علاقة السنة بالقرآن فهي مفسرة له ومقيدة لمطلقه ومبينة لمجمله، وعلى الراجح من أقوال أهل العلم ناسخة للقرآن. أولا هي مفسرة للقرآن، فالسنة تبين وتفسر مراد الرب جل وعلا في كتابه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك القاعدة التي قاعدها أهل التفسير المحققون من أهل التفسير أن أفضل التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم القرآن بالسنة، ثم القرآن بقول الصحابي، والرابعة على خلاف وضوابط كما قاعدها شيخ الإسلام أنه وضع ضوابط للتفسير باللغة. فالقاعدة الصحيحة في التفسير أن التفسير يكون تفسير بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بقول الصحابي وبضوابط أيضا تفسير القرآن باللغة. فالسنة مفسرة للقرآن تبين مراد الله جل وعلا. مثال ذلك قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالصحابة شق عليهم الأمر، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، حتى في حديث ابن مسعود الصحيح أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه. فهموا من هذه الآية أن الظلم المذكور الظلم الأصغر والأكبر، أينا لم يظلم نفسه، من منا لم يتعدى شرع الله جل وعلا أو يعصي الله جل وعلا، لسنا ملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك. ثم بين لهم وتلا الآية: إن الشرك لظلم عظيم. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية: الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يلبسوا إيمانهم بشرك. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ده الصحيح الذي يفسر فيه. وهذا لا يمنع الظلم الأصغر أيضا، الظلم الأصغر لا يكون للمرء الذي ظلم نفسه بالمعاصي الأمن التام، لكن الغرض المقصود أن السنة قد فسرت هذه الآية. أيضا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الزيادة برؤية الله جل وعلا في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا معه في الفردوس الأعلى ويمتعنا برؤية وجهه الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الزيادة رؤية الله جل وعلا. القرآن مفسر بالسنة. أيضا مثل ثالث، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألم يقل الله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية إن ده مش نقاش حساب، قال: هذا عرض، هذا عرض، ومن نوقش الحساب فقد عذب. فهذه دلالة على أن السنة تفسر القرآن، دي العلاقة الأولى بين السنة والقرآن. الثاني أنه مبين لمجمله. المجمل والمبين له فصل آخر إن شاء الله في الأصول سنأتي به يعني، لكن هنا نأخذ محل الشاهد. محل الشاهد أنه مبين للمجمل. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة. هذا مجمل. الصلاة لها أركان ولها شروط ولها سنن ولها هيئات لا نعرفها، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم، بين أوقاتها، وإن كان أيضا الأوقات مشار إليها بالتلميح في القرآن، لأن الله جل وعلا قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس،
إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهورا. أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذه إشارة لإيش؟ وقت الظهر ووقت العصر، إلى غسق الليل وقت المغرب ووقت العشاء، وقرآن الفجر يقصد به صلاة الفجر، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فتلميحا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوقات الخمس، كما في الصحيح أن جبريل أتاه عندما صار في ظل كل شيء مثله ومثليه إلى آخر الحديث المشهور. وأيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الصلاة من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له، إن من أركان الصلاة الفتح والركوع والسجود. وبين لنا الهيئات كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ونهيت عن الكفت الأعظم، طبعا السبعة اللي هي الجبهة والأنف الوجه وإيش واليدين وركبتين وأطراف القدم. فهذه بيان لكيفية الصلاة. أيضا وآتوا الزكاة مجمل، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تخرج بشرطين اثنين حولان الحول وبلوغ النصاب. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج البيت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سنته مبينة لمجمل القرآن. العلاقة الثالثة أنها مقيدة لمطلق القرآن، يعني في مطلقات للقرآن ممكن تعمل على إطلاقه. طبعا المطلق والمقيد أيضا سيأتي فصل كامل في الأصول نتكلم عنه. غرض المقصود محل الشاهد أن السنة تقيد مطلق القرآن. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا. من وين نقطع؟ اليد في اللغة تطلق على كل اليد، لنقطع من الكتف، نقطع من العضد، نقطع من المرفق، من الكوع، من البوع. في حد يعرف الفرق بين كوعه وبوعه؟ مش مثل، ده مثل فقهاء مش في البوادي. الحاصل حتى العلماء لما يجي يتكلموا يتندروا بقليل العلم، يقولون هذا لا يعرف كوعه من بوعه. تعرف الكوع والبوع والكرسوع؟ ما تعرف الكوع والبوع والكرسوع؟ مثل البوادي تعرف، ما تعرف البوع. طب تعرف الكوع؟ هذا الكوع. طب والكرسوع وين؟ طب والبوع؟ الكرسوع تحت، البوع فين؟ ذا البوع، هذا اللي تحت ذا البوع. المهم الغرض المقصود حتى هي لها ضابط، يعني ترجع لها الفقهاء يتكلمون عن هذا. فالعلماء اختلفوا، طب يقطع من الكوع أو يقطع من المرفق؟ طب يقطع من العضد؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقطع بفعله من إيش؟ من الكوع ولا من المرفق؟ من الكوع. فقطع يد السارق من الكوع، فهذه قيدت مطلق القرآن. والرابع، العلاقة الرابعة على الراجح من أقوال أهل العلم أن السنة تنسخ القرآن، وضربوا لذلك مثل كما بينا في الدرس السابق لا وصية الوارث، وقلنا هذا لا يستقيم. لكن الجمهور يقولون بأن هذا السنة تنسخ القرآن. المسألة الثالثة أنواع السنن، سنن قولية وسنن فعلية وسنن تقريرية. أما السنن القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي، كل هذا في السنن، وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. فهذه سنة قولية، وهذه أقوى حجة من التي تليها. فالسنة القولية أقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية. عندما أقول أقوى يفيدنا علميا بإيش؟ عند التعارض، إذا تعارض القول والفعل فإن القول يكون أقوى من الفعل، فنقدم القول على الفعل. هذا بشرط عدم، أحسنت، بشرط عدم إمكانية الجمع، كما بينا بقول سلم تريد أن يشرب معك الهر يشرب معك من هو أشر منه الشيطان، وأمر أحدهم عندما شرب قائما أن يستقي، ومع ذلك شرب قائما، فتعارض القول والفعل. فأمكن الجمع بينهما أن نقول أن فعل سلم صارف التحريم إلى الكراهة، لا ممكن الجمع، فيكره الشرب قائما ولا يحرم. لكن إذا ما استطعنا أن نجمع نقدم القول على
الفعل. لكن الشوكاني من المتأخرين عنده قاعدة غريبة يعني، يقاعد قاعدة أنه إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عارض فعله فيقول فعل النبي خاص به، يقول هذا الفعل على الخصوصية ويقدم دائما القول. الغرض المقصود السنة الأولى قولية كما بينا، والقولية أشد حجة وأقوى في الدلالة من الفعلية والتقريرية. السنة الثانية السنة الفعلية، والسنة الفعلية التي تنقل لنا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام مثلا أو إذا صلى الفجر سنة الفجر الضجع على يمينه كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وأيضا في سنن أبي داود أنه كان إذا قام من الليل فانتهى يعني صلى الوتر، إن كانت عائشة مستيقظة تكلم وتسامر معها، وإلا اضجع على يمينه. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أمور، منها أولا أن الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب، يعني ما أحد يمكن يلزم الناس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا، إذا قلت لا يلزم الناس يعني لا يوجب عليهم، لكن نقول هو محل الاستحباب. الأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. دليل ذلك أوضحه حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل كما في حديث عائشة، في اليوم الأول قام خلفه أناس ثم قام آخرون إلى اليوم الثالث، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم في اليوم الرابع بعدما صلى بهم، لم يخرج، اجتمع المسجد وضج بالناس. فلما سألوه عن ذلك قال خشيت أن تفرض علي. هذا وجه الشاهد. ما وجه الدلالة؟ الإخوة الأصوليون الفقهاء الأصوليون يبينوا لنا هذه الدلالة من هذا الشاهد. قال خشيت أن تفرض علي أهل الأصول. أحسنت، لو كان الأصل الوجوب كان من أول ليلة أصبح واجبا. المحي الثاني هو قال خشيت، خشيت أن تفرض، يعني هي ليست بفرض، فدي دلالة على أن فعله المجرد ليس بواجب. يبقى إذن الأصل في أفعال الرسول أنها ليست واجبة، وده يفيدك جدا علميا بأنه لو أحد احتج عليك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كالوصال مثلا أو غيره، فأنت لابد أنك تقول الفعل ليس بواجب، والأصل في الفعل الاستحباب لا الوجوب. المسألة الثانية التي تتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أنواع. أولا أفعال خاصة برسول الله والأصل عدمه، وهذه مهمة جدا. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة به والأصل عدم الخصوصية، يعني الأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم لو فعل شيء يتعبد به لله الأمة بأسرها إما يجب أو يستحب أن تفعل هذا الفعل، يعني فعل النبي عام لكل الأمة وليس خاصا به، لأن الأصل عدم الخصوصية. لكن في بعض الأفعال خاصة برسول الله بقرينة. فالقاعدة التي يقاعدها العلماء الأصل في أفعال الرسول عدم الخصوصية إلا أن تأتي قرينة تدل على الخصوصية. دي ترد على مين؟ أحسنت، دي رد على الإمام الشوكاني. القاعدة أن الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصية إلا أن تأتي قرينة تثبت الخصوصية. مثال ذلك نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 نسوة، والله جل وعلا ما أباح للأمة أكثر من 4 نسوة. مثلا تزوج أكثر، كم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم توفي عن 9 صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت، لكن هو كم امرأة تزوجها؟ 13. ممكن تعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من التي لم يدخل بها؟ الأولى ابنة الجون، تعرفوا كيف ما دخلش بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي جعلها تقول هذا؟ عائشة. عائشة قالت لها إذا أردت النبي صلى الله عليه وسلم يحبك يعني يكون شديد الحب لك فإذا رأيتيه فقولي أعوذ بالله منك. فانجرت المرأة لأنه لم يكتب لها أن تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جميلة جدا من أنقى ما تكون، جميلة جدا، فغارت سيدة عائشة فلقنتها هذا الاستعاذ، فقالت أعوذ بالله منك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استعذت بمعاذ. ولذلك استنبط العلماء أن التقي النقي إذا قيل له اتق الله أو قيل له أعوذ بالله منك لابد أن هو ينسحب. ولذلك ترى جبريل عليه السلام لما قالت مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، فالتقي إذا قيل له اتق الله أو قيل له أعوذ بالله منك لابد أن يتراجع، لو حتى بيبطش أو يظلم لابد أن يتراجع. فقالت أعوذ بالله منك إن كنت تقي، قال إنما أنا رسول ربي. فهي قالت للرسول أعوذ بالله منك، فقال استعذت بمعاذ الحقي بأهلك.
طب والثانية؟ يعني لو قلنا بأن الحديث صحيح كانت مريضة بالبرص فأعطاها النفقة، ده إذا صح الحديث. الغرض المقصود أن للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أن يتزوج أكثر من 4 نسوة. أيضا المرأة الواهبة نفسها هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن امرأة تأتي تعرض نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فينظر فيها، فإن عجبته يتزوجها بلا مهر، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، فقال الله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، فالدلالة على الخصوصية. طبعا ما يحدث الآن في عصرنا يعني لابد التعزير أو الجلد أو الرجل، يعني امرأة تأتي الرجل تقول وهبت لك نفسي ويقول وهبت لك نفسي، يتزوج على ذلك طالما بلغت المحيض أو يعني بلغت سن الرشد كما يقولون بعد 21 سنة تفعل ما شاءت، كلام لا يجوز شرعا. فصحيح أن الواهبة نفسها خاصة خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مثال الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم الوصال، تعرفون الوصال؟ نعم، الصوم، الإنسان كان يواصل الصوم، يعني يصوم يوم وبعده يوم يواصل الصوم، فدي كانت خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنهم أرادوا الوصال فنهاهم عن ذلك وزجرهم. أنا أقول على الراجح لأن المسألة فيها خلاف، وبعضهم قال هي خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو قال إني لست كهيئتكم، لدلالة على الخصوصية. ودليل ثاني على الخصوصية قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذه أيضا خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نوع ثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعال مبينة، فهذه حكمها حكم المبين، يعني إن كان يبين الواجب فهي واجبة، وإن كان يبين المستحب فهي مستحبة. مثال ذلك مثلا الركوع والسجود، هيئات الصلاة، هذه الهيئات هيئات إيش؟ قاعد على ما قاعدت أنا الآن، أحسنت، بتبين إيش؟ بتبين أمور واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني وصلي، يبقى أي هيئة هترجع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلوا، فيبقى بيان الواجب واجب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا خذوا عني مناسككم، منها المستحب ومنها الواجب، كالرمل، الرمل إيش؟ مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وين الصرف؟ الرمل، تعرفون الرمل؟ تقارب الخطى وأنت تطوف 3 أشواط، كما في الصحيحين عن عائشة بن عمر يصف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمل في 3 أشواط. حكمه مستحب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم صبرا، ما تقوليش الأصل، الآن عندي الأصل خذوا عني، عندي الأصل أمر خذوا عني، أحسنت، أنه معلل، التعليل صارف. ولذلك الشنقيطي في أضواء البيان يرى أن الرمل ليس بسنة على أساس أنه معلل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرمل؟ لأن المشركين كانوا على الجبل ينظرون إليهم يقولون جاءكم قوم أصابتهم حمى يثرب لا يستطيعون السير، أنهكوا من شدة الحمى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن يغيظوا الكفار تبينا بالجلد، يرملون حتى يعني يغيظوا الكفار، وهذه سنة، يعني تعريجا على الأمر أن سنة أنك تغيظ الكافر، في أشياء تفعلها محرمة تغيظا للكافر تباح في هذا الموقف، كالتكبر، المشية بالتكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، كما في الصحيحين عن أبي هريرة، ومع ذلك أبو دجانة لما أخذ السيف مشى بين الصفين يتبختر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فالغيظ للكفار تعبد لله جل وعلا. ولذلك ابن القيم استنبط بفقه عالي أن الإنسان إذا عصى الله فتاب وأناب وخلى بربه فبكى واستشعر أن الله قبل توبته له أن يخرج لسانه للشيطان، له أن يفعل ذلك تغيظا للشيطان، هذا تفريعا عن هذا، وهذا فقه عز في هذا الزمان. الغرض المقصود أن الرمل كان لسبب ولعلة، وإذا انتفت العلة والعلة هذا تبين أصلا الاستحباب ليس على الوجود. كما قلت لكم الشنقيطي يرى والله أعلم، ممكن يكون واهم على ما أستحضر، أنه يرى أن هي أصلا ليست بسنة الآن، الرمل ليس بسنة الآن عنده على ما أستحضر وتراجعونه. فهذه الأفعال تكون أفعال مبينة، إما الواجب تكون واجب وإما المستحب تكون المستحب. ثالث أو النوع الثالث أفعال جبلية، هذه الأفعال الجبلية ليست بسنة،
ليست بسنة متبعة تقول هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما تيجي تأكل الطعام بثلاثة أصابع مثلا، أنا أريد الدليل على ثلاثة أصابع، نوم باليد، أكل الطعام باليد، أن تقول هذه سنة أن أنا أكل بيدي؟ من قال ذلك؟ هذه جبلة أصلا، هذه عادات العرب كانوا يأكلون بأيديهم. فأنت لو أكلت بالملعقة ما يقال لك أن خالفت السنة، هذه أفعال جبلية. أكلت بالشوكة ما فيها شيء، أفعال جبلية. لكن أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلعق أصابعه، عشان العلة أنك لا تدري أين إيه البركة، خلاص العق الملعقة على البركة تكون فيها، لأن العلة موجودة البركة خلاص، فهي أصلا أفعال جبلية. أيضا كالدجاع النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، كما في الصحيحين عن ابن عباس قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ. فالنفخ في النوم ليس بسنة، مشية النبي صلى الله عليه وسلم ليست بسنة. متى تكون سنة؟ إذا انتوى المرء بالقاعدة التي قعدناها، يعني إذا انتوى المرء أنه يأكل بيده امتثالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبتسم كما يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم، ينام كما ينام النبي صلى الله عليه وسلم، يريد كل شيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم نوع قدر إمكانه يسدد ويقارب حتى يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أحببت رسول الله وأحب كل فعل خرج عن رسول الله. فهذه يثاب عليها بالقاعدة التي قعدناها، وهي القاعدة أن العادات بالنيات تنقلب إلى عبادات. فهو إذا انتوى ذلك واحتسب الأجر أنه يتمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فله في ذلك الأجر. إذن الأفعال الجبلية ليست بسنة أصالة، لكن تنقلب عبادة للمرء إذا انتوى فيها. باقي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من أفعال الجبلية أيضا كفعل من النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فكان يتتبعه في الصحراء. أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك إلا وقد فعلته، كان يتتبع الدباء، أكل الدباء مع أنه ما كانش يعني مش مغرم به، لكن لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء هو أيضا يفعل ذلك. أيضا أعرف من يحب الكتف من الشاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، اليد الذراع ينهس منها نهس. وأيضا كان يحب العسل الحلوى، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فهو يحب ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يحب ذلك، فهو يحتسب الأجر في ذلك تنقلب له عبادة. نعم الاكتحال، والاكتحال نفس الأمر، أحسنت، والاكتحال نفس الأمر إذا انتويته لأنه من باب الطب أيضا. والعمامة نفس الأمر، لكن القميص غير سنة، والأكل باليد إذا انتويته، يعني هي أصلا جبلة، أفعال جبلية الأصل فيها أنها مش سنة تتبع، لكن لو فعلت أنت ذلك تقول تمثل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فلك فيها الأجر. كيف؟ أنه بيأكل بإيده؟ ثبت أنهم أصحابه كانوا يأكلون بأيديهم، أما قال جاء الشيطان فأخذ بيده ليأكل معه، قلنا سنة فعلية جبلية فليست بسنة. الأفعال الجبلية كما قلت لك النوم مثلا، النبي كان إذا نام نفخ، كان يضرع مثلا أو ينام بطريقة معينة، النوم هذا جبلي، المشي جبلي، الأكل باليد جبلي. الأخير باقي هذه الأفعال هي سنة مستحبة للمرء أن يتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، راجعا إلى قول الله تعالى ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فانتواء التأسي سواء أفعال جبلية أو أفعال البقية كلها يكون لك فيها الأجر بالاتباع. هذه المسألة الرابعة التي تتعلق بمسألة السنة، السنة الإقرارية التقريرية. السنة التقريرية أيضا حجة، لكنها أضعف من السنة الفعلية. وإذا قلت أنا أضعف فعند التعارض، إذا تعارض الفعل مع الإقرار يقدم الفعل على الإقرار. كيف؟ إذا لم نستطع الجمع بينهما، إذا تعارض الفعل مع الإقرار ولم يمكن الجمع فالفعل أقوى من الإقرار. وكما قلت السنة التقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فعل صحابي يتعلق به حكم شرعي فيقره على ذلك، أو يرى بيعا من البيوع، صح كلام، ما عنده أصل، الأصل بيوع الحل، يرى فعلا له حكم يتعلق بحكم شرعي. مثال حديث مثلا الذي في سنن أبي داود أو في المسند، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرضاه كان في غزوة السلاسل، عندما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر وأمر عليهم أبا عبيدة، فذهب عمرو بن العاص صلى بهم. يعني هذه معاني غابت عن هذه الأمة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أشهر من إسلام عمرو بن العاص بعثه أميرا في غزوة السلاسل، ذات السلاسل،
فبعث إليه أبا بكر وعمر وأبا عبيدة، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وقال تطوع ولا تختلف. قال لأبي عبيدة، فذهب أبو عبيدة، وأبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص رضي الله عنه طبعا لا سيه، فضلا أبو بكر وعمر طبعا لا يدانيهما في المكان. فلما ذهب إليه فقال أبو عبيدة أنا الأمير، أمرني على أفاضل الناس. فقال عمر لا، أنت الذي أتيت عليه فأنا الأمير، ولا يؤمن المرأة في سلطانه. فقال أنا الأمير. فقال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطوع ولا تختلف، أنزل على رأيك. فكان هو الأمير. انظر ما يريدون إلا الراية، وضعوا أنفسهم خلف ظهرهم، ما أرادوا النفس، انتصروا على أنفسهم قبل أن ينتصروا على الشيطان. لذلك بعض العلماء يقولون لن ينتصر على الشيطان إلا من انتصر على نفسه وهواه، ولن ينتصر في الجهاد أحد حتى يجاهد نفسه وهواه. فهم يعني بعض العلماء حتى قالوا إن خالد انتصاراته التي انتصر بها على الكفار يعني لا تداني انتصاره على نفسه عندما عزل عمر. لما عزل عمر أصبح جنديا كأي جندي في الجيش، وذلك نفسه يقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، لأنه ما يريد إلا رضا الله جل وعلا. فلذلك نزل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة تحت إمرة عمرو بن العاص. وفي ليلة شاتية شديدة البرودة قام عمرو بن العاص فوجد نفسه جنبا، فقال كيف أصلي بالناس، لابد أن أغتسل. فذهب فوجد الماء باردا، فقال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فصلى بهم وهو جنب. صح، تيمم، ما يقال صلى بهم وهو جنب، فتيمم مع وجود الماء. ويصح ذلك ولا لا يصح؟ تأصيلا علميا يصح التيمم مع وجود الماء؟ ها، تأصيلا علميا يصح التيمم مع وجود الماء؟ هو هذا الذي أريده، لا يصح، ومع ذلك هو تيمم. احنا نترك الضرورة الآن، احنا ما نعرف. فلما ذهب عمر قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بالناس وأنت جنب؟ فقال عمرو رضي الله عنه وأرضاه رأيت الله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، وكانت شدة البرد، فبين له أنه لو اغتسل ممكن يموت من شدة البرد. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا بفعل عمر، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون حكما عاما للأمة. يعني لو قام الرجل في طوبة، شهر طوبة هو أشد البرودة، شهر طوبة مثلا، فقام جنبا ووجد الماء بارد جدا وما عنده غاز ولا عنده سخان ولا عنده أي شيء، ما يستطيع أنه أصلا يغتسل بهذا الماء البارد، له أن يتيمم، يأخذ التراب أو على قول الملكية بما صعد على الأرض يضرب ضربة ويتيمم ويصلي، فيكون حكما عاما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لفعل عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في سنن أبي داود المثال الثاني، مثال عباد بن بشر وعمار بن ياسر، عندما كان مرابطين فنام عمار وقام عباد فصلى فافتتح القراءة، فجاء أحد الكفار فضربه بسهم أو برمح فأصابه السهم فنزف دما وما ترك الصلاة حتى استيقظ عمار، فقال لما لم تقذني؟ قال ما أردت أن أقطع الصلاة أو القراءة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأقرهما على ذلك. فنحن نحتج بهذا الحديث، مع أن شيخنا شيخ ياسر يرى أن الدم نجس، وهو ده قول جمهور أهل العلم، لكن الشيخ يقول المسألة بإجماع الفقهاء أن الدم نجس، وهذا الإجماع فيه نظر كبير، بل الحسن البصري وغيره من السلف يقولون بأن الدم طاهر، والصحيح الراجح أن الدم طاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر، الرجل صلى ودمه ينزل. وعمر بن الخطاب لما طعنه هذا الملعون البئيس أبو الألؤة طعنه وكان جرحه يثعب دمه، أيضا صلى بهذا الدم. ابن مسعود بسند صحيح كان يذبح الجزور ويتلطخ بدمها وما فيها ويقوم يصلي ولا يغير ثيابه، فهذه دلالة على أن الدم طاهر. وطبعا الدليل الآخر على أن الدم طاهر أن الأصل عدم النجاسة، حتى يأتينا الدليل بالنجاسة، ولا دليل إلا في دم الحيض، ونحن نتفق أن دم الحيض نجس لأن التصريح جاء به، يسألونك عن المحيض قل هو هذا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسماء أو غيرها عندما قال صلى الله عليه وسلم اقرصيه ثم انضحيه بالماء، قالت دم الحيض يصيب الثوب، فأمرها كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحكه وتقرصه وتنضحه بالماء، فدي دلالة على أنه نجس، ونحن نتفق أن دم الحيض نجس. فهذا الدليل حديث عباد بن بشر وعمار بن ياسر يدل دلالة قوية على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بالصلاة بالدماء وأن الدم ليس بنجس.
وممكن يعترض علينا على من يقول بأن النجاسة أو الطهارة في الثوب ليست شرطا بصحة الصلاة، لكن هذا رأي الجمهور على أنها شرطا بصحة الصلاة، والصحيح الراجح كما قلت، أو نقول الخلاف فيه قوي، لكن نقول أن المسألة إجماع، وأن اللي يقول بأن الدم طاهر دي بدعة، ده كلام مستعجب، كلام يتعجب منه المرء، لأن ورد عن السلف بأسانيد صحيحة أن الدم طاهر ليس بنجس، فكيف يقال أنه هو أصلا بالإجماع؟ ليس بالإجماع، فالخلاف فيه قوي جدا. أنت تريد الرد على المعترض؟ أنا أريد الدليل الذي يعترض به المعترض. نحن نقول معك الدم المسفوح نفس الأمر اللي هو المحبوس أصلا، هو الدم المسفوح هنا الرجز على أنه نجس، ولا هو محرم على الأكل ومحرم على البيع؟ الرجز لا تدل على أنها نجس نجس، نعم ما فيها شيء، والخمر طاهر وقال فيها رجز، في بحث عالي جدا يبين الكحول أصلا أو الخمر طاهرة، والشوكاني رد على من اعترض بهذه الآية أنه قال أصلا اللغة لا تبين أن الرجس أصلا نجاسة، اشترك النجس وغيره، فهي ليست فصلا للنزاع، محتملة، والمحتمل لا يفصل به نزاع، أنت لابد تجيب دليل قاطع عليه، والدليل القاطع هو إيش؟ دم الحيض، ونحن نتفق أن دم الحيض نجس، فهم؟ ماله شيء؟ مع الحديث يأتي اللون لون الدم والريح وريح المسك، ممكن يستدل به، أحسنت، ممكن يستدل به، وإحنا عندنا الأصل، الأصل الطهارة، الأصل عدم النجاسة، فلا تحلني ولا تنقذني عن الأصل إلا بدليل أوضح من شمس النهار، إحنا قلنا استصحاب الأصل من أقوى الأدلة، دليل قوي ليس بالهين، إلا أن يكون عندك دليل تنقلني عن من الأصل إلى ما تقول به أنت. الغرض المقصود أن هذا الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على فعل عباد بن بشر، هذه هي السنة التقريرية. يبقى لنا مسألة واحدة تتعلق بالسنة، أنواع الأخبار، أخبار تنقسم إلى قسمين، متواتر وأحاد. يعني هذا الكلام بالتفصيل كان شرحه في المصطلح في العام الماضي. المتواتر هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني ألف عن ألف عن ألف يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب، من جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. طبعا بعض العلماء اشترط فيه شروط، إن هو غير أن هم يكونوا ثقات وكده، اشترط فيه شروط أن يكون الآلة سمع أو المشاهدة، يعني الآلة الحس، مفهوم؟ وده مبحثه وتفصيله هيكون في المصطلح. والمتواتر حجة قاطعة، لأنه دليل قطعي وليس دليلا ظنيا، يجب العمل به ويجب الاعتقاد به أيضا، هذا المتواتر. طبعا المتواتر أيضا ينقسم إلى قسمين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي. اللفظ كمن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والمسح على الخفين وكل ذلك، منها المعنوي ومنها اللفظ. غرض المقصود أن المعنوي أن يأتي الحديث من أكثر من طريق بنفس شروط التواتر، لكن يأتي بالمعنى، لا يأتي بنفس اللفظ، لا يأتي بنفس اللفظ. النوع الثاني الآحاد، طبعا الآحاد هو نقل ما نقل عن السلم بما لم يبلغ حد التواتر، لأن الآحاد منه الغريب ومنه العزيز ومنه المشهور، وأيضا تفصيل ذلك فصلناه في شرح المصطلح، هو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يبلغ حد التواتر، وهو حجة أيضا لكنه ظني وليس بالقطع، هو يفيد العلم ويفيد العمل، على الراجح من أقوال العلم يفيد العلم ويفيد العمل. الدليل على حجية خبر الأحد الكتاب والسنة والعقل أيضا، يعني الأثر والنظر. أما الكتاب فبعموم قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا عام، ما أتاكم الرسول من متواتر، ما أتاكم عن الرسول من متواتر وأحاد فعليكم أن تأخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكل ما أتاكم من الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان متواتر أو أحاد فلا بد من الأخذ به، هذا من الكتاب. أما من السنة يعني مثالان أوضح من شمس النهار، الأول ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبعث الآحاد للأمم، يبعث الآحاد للأمم أو للكفرة أو للملوك يدعوهم إلى الإسلام، كما في صحيح البخاري في صحيح مسلم أن السلام بعث إلى كسرى وقيصر قال بسم الله من محمد رسول الله السلام على من اتبع الهدى،
أسلم إلى قيصر ملك الروم، أسلم تسلم، وإلا فعليك إثم الأريسيين. هذه الذي ذهب به إلى ملك الروم واحد، وأيضا كسرى واحد، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله أن يعبدوا أن يوحدوا الله، فإن هم أطاعوك فعلمهم بكذا وعلمهم بكذا. الغرض المقصود أنه بعث واحدا، وأيضا بعث معه أبا موسى الأشعري، وبعث عليه قاضيا، فبعثهم يعلمون الناس التوحيد العقيدة والأحكام. فهذه تواتر، تواتر الأمر، ليس يعني مردود، ده تواتر. أن السلام كان يبعث بالآحاد لإقامة الدين ولتعليم الناس العقيدة وأيضا الأحكام الشرعية، هي دلالة على أن الآحاد حجة، حجة في العقيدة وحجة في الأصول وفي الفروع إن صح التقسيم. الدليل الثاني ما تواتر عن الصحابة أنهم كانوا يعملون بالآحاد ولا يطرحون الأحاديث الآحاد، يعملون بها. طبعا في حديث مختلف في صحته، هذا يبين أن أبا بكر هو أعلم الصحابة على الإطلاق، لأن العلوم التي عزت عنهم كانت عند أبي بكر لما دخل وقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال طبت حيا وميت. فاختلفوا فيما بينهم كيف يغسل الإنسان وأين يدفن وكيف يصلى عليه، فكان هذا العلم عند أبي بكر أنه قال يعني يغسل بثيابه. وطبعا في حديث عن عائشة أخذهم النعاس ووحي عليهم بذلك. الغرض المقصود أنه ورد عن أبي بكر أنه كان عندهم من الدليل وقال كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه، لا إن صح الحديث، الحديث مختلف في صحته، لكن الغرض المقصود أنه حديث أحد وأخذوه من أبي بكر وعملوا به، ودي دلالة على أن الأحاد يعملون به ولا يطرحونه، ده تواتر عن الصحابة، ذلك هذا دلالة على أنه لابد من العمل به. وأيضا من ناحية النظر العقل، قلنا أن الرسول قد بلغ وقد ورد تبليغه عن الثقات، وهذا شرط طبعا الأحاد حتى يصح كما درسنا في المصطلح الحديث الصحيح تعريفه المحدثون اللي درسوا المصطلح العام الماضي، نعم، هو ما اتصل سنده بنقل كما حفظته أنت، ما اتصل سنده أحسنت، لكن يبقى لك كمالة يعني، لكن أحسنت تمام الضبط، ينقص لك شيئا آخر أحسنت عن مثله. هو الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط أو العدل تمام الضبط. لما أقول تمام الضبط؟ لأفرق بين الصحيح وبين حسن، حسن خفيف الضبط، عن مثله إلى منتهى. طب لما أقول عن مثله؟ لأن لابد عشان الحديث يكون صحيح طبقات السند كلها ثقة ثبت ثقة ثبت أو ثقة ثقة، لكن لو واحد قال صدوق أو صدوق يهم نقول لا، الحديث نزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، مفهوم؟ هو الاحتجاج لكن درجة الحسن. غرض المقصود الأحد إذا أنا علمت بالنظر أن الحديث بنقل الثقة الثبت عن الثقة الثبت عن مثله عن الصحابي الذين هو عدلهم الله من فوق سبع سماوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علي أن نعمل به بقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، لأن هذه حجية خبر الأحد. تعتقدون هذا؟ تعتقدون أن خبر الأحد حجة لابد العمل به؟ فقبل أن أشكل عليكم أقول اشترط الفقهاء للعمل بالأحاد شروطا، أما الشافعية والحنابلة وكلامهم هو الأقوى والأرجح أنه بالإطلاق يؤخذ بخبر الأحاد ويعمل به بالإطلاق، الشافعية والحنابلة. أما المالكية فاشترطوا لذلك شروطا، فقالوا أولا أن يكون خبر الأحاد لا يخالف عمل أهل المدينة، ودي من أصول مالك، أصول مالك أن عمل أهل المدينة يقدم على خبر الأحاد، على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان خبر أحاد، لأن وجهة نظر مالك، وطبعا ده كلام أصوليا خطأ، لكن دي من أصول مالك، لأن كل عالم من هؤلاء العلماء الأربعة له أصول خاصة به، فمن أصول مالك أنه أصلا عمل أهل المدينة يقدم على حديث الأحاد. لما؟ لأنه يقول أن أهل المدينة إذا اتفقوا على عمل معين هذا أكيد أخذوه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عمل أهل المدينة يكون في حكم التواتر فيكون أقوى، فيكون أقوى من الأحاد فيقدم، وده كلام طبعا ليس بصحيح، بل خبر الأحاد لا يرد بحلم الأحوال، وعمل أهل المدينة ليس بحجة، بل الصحابة الذين كانوا في المدينة تفرقوا في البلاد، تفرقوا ابن عباس في مكة وابن مسعود في العراق، وتفرقت الصحابة ومعاذ وغيره من الصحابة ذهبوا إلى البلاد فتفرقوا، فعمل أهل المدينة ممكن يكون أصلا من أهل المدينة. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث اللي في الصحيحين رد مالك لأن عمل أهل المدينة يخالفه، وقلنا حتى عمل أهل المدينة يوافقه، سعيد بن المسيب وغيره يقول به، والزهري وغيره يخالفونه ويعملون به. فالغرض المقصود أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. أيضا قالوا
يعني اشترط شرط آخر، قالوا لا يخالف الأصول، الأصول العامة يعني، اتفقوا مع الأحناف بهذا الشرط، قالوا لا يخالف الأصول. كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد قاعدة وهي الخراج بالضمان. يعني إيش الخراج بالضمان يا أخي؟ السؤال ده يخص مين؟ الفقهاء. طب أين الفقهاء؟ فقهاء المجلس. أحسنت، صار فسرها. أحسنت، يعني رجل له قرض، محمد له مال على أحمد، فأحمد قال له إحنا لنا أجل كذا، وده رهن القرض، عطشه رهن للقرض هذا. فالرجل هذا المرتهن ولا الراهن؟ المرتهن، أخذ الرهن ويعلفه ويطعمه. فطبعا خلافا للشافعي إنه هو أصلا كل يوم يحلب الشاي ويشربه، وهو ضامن، لو ماتت هو يضمنها. فالإنسان قال الخراج بالضمان، يعني عشان ضمن أي شيء يجيله منها من اللبن وغيره، فده يكون له ملك له، ولا يطالبه به الراهن بحال من الأحوال. فالخراج معناه الخراج بالضمان. فردوا حديث المصراة، هات ما عنده، ما معنى المصراة؟ يأخذ المصراة بيخلي الحليب عندها يبقى فيها حتى تظهر أنها سمينة وأنها بتدر لبن كثير، فيغرر بالمشتري. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بيع المصراة بيع لا يجوز، أنه فيه تغرير بالمشتري، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة، لكن قال يعني إذا رضاها المشتري فهي له، وإن لم يرضاها فله أن يردها، وإيش ومع صاعا من تمر، صاع من تمر ليه؟ مقابل اللبن. هم اعترضوا، قالوا الحديث ده لا يؤخذ به الأحناف والملكية. قلنا لما؟ قالوا يخالف الأصول. ما هي الأصول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، فهو خرج اللبن ده ليش يرد الصاع من التمر؟ ما هي كانت في ضمانه، لأن لو ماتت عنده ما يطالب البائع بمال، خلاص يضمنها، مفهوم ولا لا؟ طيب فالخراج بالضمان، ليه يرد صاع من تمر؟ هذا الحديث لا يؤخذ به. فنحن نقول لهم الحديث أصل بذاته، فإن خالف الأصول، الأصول هي اللي تطرح، لكن الأصول دي إن كانت نابعة من الحديث فهي أصل بذاته، فالسنة أصل بذاته، الحديث أصل بذاته. وأما الشبهة التي ألقيتموها علينا بأن الخراج بالضمان، نقول الخراج بالضمان، قول الإنسان الخراج بالضمان ده عام مخصوص بإيش؟ بالمصراة، وانتهى الأمر. والثاني نحن نقول هو لا ينزل تحت هذا الحديث الخراج بالضمان، لأن اللبن اختلط، لبن كان محبوس ولبن إيش أخذ عند الرجل، يعني لبن أولا كان هو حبسه، ولما راحت جلست أسبوع عند المشتري أخذ المحبوس وأخذ إيش غيره، فاختلط هذا بذاك، فإذا اختلط سيحصل النزاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا حتى لا يحدث التدابر ولا التشاحن، حسم المادة وفصل النزاع وقال ردها وصاع من إيه من تمر، حتى ما قال رد اللبن، لأن لابد أنك ترد مثله اللبن نفسه أو ترد مثله، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم المادة وفصل النزاع قال ردها وإيه وصاعا من تمر. الغرض المقصود أن اشترط الفقهاء من الملكية والشافعية ألا يخالف الأصول، وأيضا ده مردود. واشترط الأحناف انفرضوا عن المالكية، قالوا لو خالف الحديث القياس يردونه من أجل القياس، وده كلام باطل بالثلث. إذ القياس إذا خالف النص قلنا أنه قياس فاسد الاعتبار، لكن طبعا هم لهم شروط يكون قياس جلي وكده، أو أنا واهم في هذا الشرط اللي شرطوه وأراجعه. الشرط الأخير اللي اشترطه الأحناف إن الراوي إذا خالف ما روى أيضا يرد الحديث، يعني لو في راوي روى رواية وخالفها يرد الحديث بذلك، لأن القاعدة عندهم الحجة فيما رأى لا فيما روى، وهذا كلام متهالك، لأنه يحتمل أن الراوي اللي روى الحديث ده اجتهد اجتهاد أو نسى الرواية فلم يتذكرها عند العمل. ورد عن عائشة رضي الله عنها وغيرها في بعض الروايات عملت في غيرها، وعن ابن عمر. فنحن نقول الحجة فيما روى لا فيما رأى، لأنه كما قاعد ابن عبد البر لا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كما في الصحيح جلس يتكلم عن المتعة، ما هي المتعة؟ أن ينكح الرجل المرأة بدرهم أو دينار، صح؟ لا، متعة الحج. جلس يتكلم عن متعة الحج فقال التابعون، فقالوا له أبو بكر يقول بغير ذلك وعمر يقول بغير ذلك، فقال ابن عباس أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر،
فإذا خالف قول الصحابي قول النبي فلا يقدم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا حجة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعبدنا الله إلا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه هي الشروط التي اشترطها الفقهاء، وهي شروط ليست بصحيحة، وكلام الشافعية والحنابلة هو أصح الأقوال، أن خبر الأحد حجة بالإطلاق. أنتم اعتقدتم هذا الاعتقاد؟ أختم الدرس بإشكال أريد جوابه. أشكل الأول، أوشكت السماء، الحجة فيما روى لا فيما رأى. يعني إذا ابن عمر مثلا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه وهو ما كان يرفع يديه، أو روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وابن عمر ينكر الضحى مثلا، هو طبعا في تفصيل فقهي في المسألة دي، هل ابن عمر ينكر الضحى ولا ينكر أصلا صلاتها جماعة، لأنه في الصحيحين عروة بن الزبير أراد أنه ينكش، يعني هو أراد أنه يعني يخرج ما عند ابن عمر، فوجد الناس يصلون فسألوا عن ذلك، فلما أنكرها أو قال بدعة فقال عروة يا أم على من؟ من خلتميه؟ عائشة أتسمعين ما يقول؟ فوهمت عائشة ابن عمر إما في صلاة الضحى وإما في عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يرى أن الضحى بدعة، فإحنا نقول هو روى أن الإنسان كان يصلي كل يوم سبت يذهب إلى في الضحى يصلي مسجد قباء من صلى فيه، طبعا صلاة كل يوم سبت الإنسان كان يصلي فيه هي بأجر عمرة، وأيضا كان سلم إذا دخل الكعبة صلى، فكان ابن عمر لا يصليها إلا إذا دخل مكة أو يصليها يوم السبت فقط. فأقول حتى لو روى هو صلاة الضحى أن الإنسان يصليها ولم يصليها هو ولم يفعلها لا نضاعف بها الحديث، ده ضرب مثل ليس حقيقي، ضرب مثل. فنحن نقول الحجة فيما روى عن النبي، يعني قول النبي هو الحجة، أما ما اجتهد هو ورآه فنحن نقول ليس بحجة. مثل مثلا إذا قلنا مثلا بأن الإنسان قال أرخوا أوفوا اعفوا اللح وحبوا الشارف، وكان ابن عمر في الحج يأخذ بالقبل، فنحن نقول الحجة الآن في فعل ابن عمر أم في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في إشكال طبعا، هو المسألة فقهيا، أنت فتحتنا فقهيا كده، المسألة فقهية ليس بالهينة، يعني إحنا لو قلنا الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيني المعترض ويقول قيد إطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفعل ابن عمر، هو هذا المهم من القيد. المسألة خلافية بين العلماء، وده اللي ذهب عليه الشيخ الألباني، يقول بوجوب الأخذ من القبر، وعنده أدلة من أقوى ما تكون. أولا الدليل الأول فعل ابن عمر أنه فعل ذلك، كان يأخذ من القبض طبعا في الحج، وأبو هريرة أتى بتسع من الصحابة يقبضون ولا منكر لذلك الفعل، يعني لا أبو بكر أنكر ولا عمر أنكر، ما في أحد أنكر عليه، فينزل هنا منزلة الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي أصوليا كما سنبين ليس بحجة، صحيح الراجح في أقوال أهل الأصول أنه ليس بحجة، المهم أنه ينزل منزلة الإجماع السكوتي. فلما اعترض عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم اوفوا ارخوا اعفوا وهذا على الاطلاق، قال هذا مطلق مقيد بفعل الصحابي الذي فهم من النبي صلى الله عليه وسلم، لان كانت عندهم اللغه سليقه، فهو افهم الناس برواياته لان الراوي اعلم بما روى. لكن نحن نرد عليه برد جميل، الا وهو ان الاصل ان المطلق يبقى على اطلاقه حتى تاتي قرينه تبين التقييد، وان العام يبقى على عمومه حتى تاتي قرينه تخصصه، وعندنا ما يعضد الاطلاق ويعضد العموم. حديث بسند صحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل فاتحا لمكة دخل متذللا خاضعا لربه، فأطأ رأسه فضربت لحيته إلى صدره، فالضرب اللحية بالصدر تدل دلالة واضحة على أنها كانت بعد القبضة، فأقصى ما يقال في مسألة القبضة أنها سنة وليست بواجبة. فممكن يصح مثلا يعني الإشكال، عمر بن الخطاب دخل عليه أبو موسى الأشعري كما في الصحيحين فاستأذن للدخول، فاستأذن مرة ثم استأذن الثانية ثم استأذن الثالثة فلم يرد عليه عمر، فرجع أبو موسى أدراجه رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر بعدما جاءه قال بعثت إليك فلما لم تأتي؟ قال جئتك فاستأذنت ثلاثا فلم تأذن لي فرجعت، قال وما أرجعك؟ قال حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقص حديث اللي هو الاستئذان ثلاث، فأخذ عمر بتلابيبه كان شديدا في الحق رضي الله عنه وأرضاه، قال لن أتركك حتى تأتيني بشاهد معك، وده خبر واحد وشد عليه، قال حتى تأتيني بشاهد معك، فذهب أبو موسى يعني مذعورا كاد يموت فيها لجمع من الأنصار، قالوا ما بك؟ قال عمر طبعا عمر، فقال
فقال الصحابة فقالوا له يعني هون عليك والله لا يذهب معك إلا أصغارنا. فبعثوا معه من؟ أبو سعيد الخدري هو الذي ذهب معه فشاهد عند عمر فتركه. وأيضا عمر بن الخطاب ما كان يعرف حكم الجنين الميت القتيل اللي هو في بطن أمه حكمه إيش؟ الجناية، جناية على الجنين. طب الجناية على المسلم الحر في إيش؟ إيه الدية؟ أحسنت. طب الجنين إيش الدية؟ ما خلاص ما عرفنا الدية إيش الدية؟ $70,000. لا، في الجنين الغرة، في الجنين الغرة عبد أو أمة. فشاهد محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة الاثنين عند عمر بن الخطاب فأخذ به. أيضا علي بن أبي طالب قال ما حدثني أحد إلا وجعلته يقسم بالله كما في الصحيح، قال إلا وأشهدت الله على ما يقول، إلا أبو بكر حدثني فصدقني، صدقني أبو بكر، فكان بيجعله يقسم بالله. الله سمعت هذا من رسول الله. فالآن عمر بن الخطاب ما أخذ بحديث الواحد، يعني في الظاهر علي بن أبي طالب ما سكت عن حديث الواحد وأخذ منه. فهذا إشكال أريد جوابه من الأصوليين إخوة أهل الأصول، هو له وجوه للرد. الآن أنتم فهمتم مجمل الدرس أن الأحاد حجة، حجة في العقائد وحجة في العمل، خلاص، وأتينا بالأدلة على ذلك. لكن هنا إشكالات ممكن أهل البدع والزيغ والضلال يجعلون الشبهات هذه تأتي علينا، فلابد أن نحن نعرف كيف نرد عليه. لأن طالب العلم النحرير أو طالب العلم حتى المتقن هو الذي يعرف دليل المسألة التي يتبناها ودليل المخالف وكيف يرد على المخالف. ائتي بأي قصة منهم وحل الإشكال فيه. هنا عمر بن الخطاب ما أخذ بكلام أبي موسى، قال لا أتركك حتى تأتي بشاهد معك. كيف العموم؟ طب هات اللي حاضر عندك. ما هذه أدلة على خبر الأحاد أنه جاء واحد وقال أنزل على الرسول كذا فاستداره. دي من الحجج اللي نثبتها أن الأحاد حجة. أنا أريد رد الشبهة. أنت بتستدل لما تتبناه الآن؟ لا، أنا أريد رد الشبهة، رد على الذي يبتدع ويأتي بهذه الأمور تشتبه عليه. كيف النبي قبل خبر الله؟ ها، حديث من؟ حديث أبي تميم. ماشي، نعم، أحسنت، ولا فض فوق، هذا جواب سديد وجيد جدا. هات الإشكال. هو صحيح صح أن السلام قبل ذلك، ويؤول فعل عمر بالتثبت، لا بأنه أنكره أو لم يريده، لا بالتثبت، لأنهم ما واحد منهم رد حديث الأحاد كما سنعضد بالدليل. نعم، طيب، ما هو ممكن يشكل عليك يقول لك طب رد بقى الآن. فإذا قلت بقى بالاثنين مش هناخد الغريب، احنا هناخد العزيز أو ناخد المشهور. لا، ممكن ينكره بقى، ينزل بعد كده ينكره يقول لك أنا أنكرت ده، هنكر الثاني، مش متواتر، مش قطعي. ليش؟ لأنه عنده الاثنين، يحتمل الخطأ ولا ما يحتمل الخطأ؟ يحتمل الخطأ. أعرف أنه يقول لك طب هو ياخد ذلك، احنا ما ناخد، أنه ارتقى لأنه ما ياخد بواحد. هو ممكن يكون الوجه الثاني، احنا قلنا أنه المسألة كلها أنه أراد شاهد للتثبت وليس للرد. ما الدليل على أنه للتثبت وليس للرد؟ قول عمر بن الخطاب حديث الصحيح أن عمار بن ياسر كان مع عمر بن الخطاب في سفرة فأجنب الاثنين، حصل الجنابة لهم، فقام عمار فتمرمر ألقى بنفسه في التراب حسب أن هذا هو التيمم وصلى، ووقف عمر عن الصلاة. حتى ده منهج عمر بن مسعود أن التيمم أصلا يعني ما صح التيمم، لو الجنب يعني بقي ما وجد الماء لو 10 سنين ما يصلي. وقيل أنه رجع ابن مسعود، لكن ما رجع صحيح عن أبي موسى أنه رده. فالغرض المقصود أنه تيمم، فجاء عمار فحدث الناس بهذا الحديث، فأخذ عمر ينهره فقال اتق الله فيما تقول، أتعي ما تقول؟ فقال لو أردت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به لا أحدث به، أما تذكر أنك كنت معي في السفر وأجنبت فلم تصلي فصليت فأقرني النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر لا أذكر. قال لو أردت يا أمير المؤمنين ألا أحدث به فعلت. فقال عمر لا، نوليك ما توليت. هذا وجه الشاهد، قال لا نوليك ما إيه؟ ما توليت. يعني طب ده وجه الشاهد، وين وجه الدلالة؟ يعني هو أقر أنه يحدث الناس بهذا الحديث وهو واحد، قال لا نوليك ما توليت، طالما أنت متثبت أنك سمعت هذا من رسول الله لك أن تحدث به. ويأخذ الناس بهذا الحكم عامة أن الجنب إن لم يجد الماء عامة